السيد المسيح بعد ما وقف على الشط رأى سفينتين والصيادان صعقوا عليهما ومسّلوا شباكه. بعدها دخل إحدى السفينتين وألقى كلمة الصيد، فأجاب سمعان وقال له: أيها المعلم، قد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا. أنا هكلمكم عن الكلمة دي، تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا. الإنسان بيتعب في الحياة ويجاهد فيها كثيرا جدا ولا يحصل على شيء، ولكن لما يتدخل السيد المسيح يحصل الإنسان على كل شيء. لما تدخل المسيح السفينتين امتلأوا السمك الكثير جدا. الله بيتدخل في حياة الإنسان بعد فشل كل المحاولات البشرية. الله بيتدخل بعد كل المحاولات البشرية، ولما يفقد الإنسان كل أمل ربنا يتدخل. جايز ربنا يتأخر، جايز ربنا يطول باله في التجربة، لكن في النهاية الله بيتمجد كثيرا جدا. شوفوا مثلا أبونا إبراهيم، قال لمراته: أي حد يسألك أنت مين؟ قولي أنا أخته. وتورطت والناس خدوها، ولكن الله تدخل، تدخل تدخلا قويا جدا ورجعت إلى زوجها مرة أخرى. فلما الإنسان يفشل يلجأ إلى الله. بس عايز أقول حاجة، ما تنتظروش لما تفشلوا وبعدين تلجأوا إلى الله. أفضل حاجة إن الإنسان يسلم كل أمور حياته لربنا من الأول، حتى قبل ما يبدأ المحاولات البشرية يقول له: إيدك يا رب في الموضوع، قبل أن تمتد أي يد من الأيدي إلى الموضوع. هو قال: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. شوفوا مثلا أبونا يعقوب، هرب من وجه عيسو أخيه لأن عيسى كان ناوي يقتله. وطبعا لما هرب خاف لأنه كان ماشي في صحراء، لكن الله تدخل في الموضوع وظهر له في الطريق في رؤيا سلم نزل من السماء وملائكة صاعدين ونازلين عليه، والله بيكلمه من أعلى السلم بيقول له: لا تخف يا يعقوب، فإني أنا أكون معك وأحفظك في الطريق وأردك إلى الأرض التي خرجت منها، أنا مش هسيبك. وفعلا كان معاه وسابوش.
ولما رجع عشان يرجع يقابل يشوف أبوه وأمه، كان خايف برضه من عيسو، فصلى إلى الله وصرخ إليه لدرجة إنه دخل في صراع مع الله حتى الفجر، وقال لربنا، قال له لا أطلقك إلا أن تباركني، مش هسيبك، أنا عايزك تبقى معايا على طول. والمزمور يقول أنقذه وأمجده وأشبعه وأريه خلاصة. وبعدين قابل عيسو، مقابلة كانت عظيمة جدا. يوسف الصديق اترمى في البير ثم بيع إلى الإسماعيليين، وكانت تجربة صعبة قوي. وبقى عبد في مصر 10 سنين، وبعدين اتحبس في السجن ظلمة. طب يا رب سيبني كده برضو البهدلة دي، أدنا ابنك وحبيبك، يسيبني للتجارب الصعبة. يقول له ربنا كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب، يحفظ الرب جميع عظامهم، واحدة منها لا تنكسر. من وسط السجن الله يتدخل بطريقة معجزية، ويخرج يوسف من السجن إلى أعلى الدرجات، ويصير تاني رجل في مصر بعد فرعون. إيه العجب ده؟ زي ما بيقول الكتاب، يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. الله ده عجيب، يدخلنا في التجربة لكن يعرف إزاي يخرجنا منها في الوقت المناسب. ومش بس يوسف يستفيد، كل شعب مصر يستفيد، وكل الشعوب المجاورة تستفيد، والكل فرحان باللي عمله ربنا على يد يوسف. وأكتر من كده كمان، يرجع ويتقابل مع إخواته ويعرف نفسه ليهم، وبعدين يروح يقابل والده، يجيب والده مصر. حاجة قصص أغرب من الخيال. إيه يا رب ده؟ يقول أصل أنا بقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أنا مش ممكن أسيبك، عيني عليك من السنة، من أول السنة إلى آخرها. أصعب تجارب مرت أيام موسى، وقبل ما يظهر موسى، في وقت ما اتولد موسى كان الاضطهاد بدأ في مصر، وفرعون يصدر أمرا بقتل جميع ذكور العبرانيين المولودين حديثا. حاجة صعبة، وطبعا مناحة في كل بيت بيحصل فيه اتولد ولد. وبعدين يتولد موسى في أصعب الأيام، وربنا يحفظه، وتاخدوا ابنة فرعون تربيه في القصر الفرعوني، أحسن من كده. ويقعد 40 سنة معزز مكرم في قصر فرعون، ولسه التجربة ما اتشالتش، ولسه الاضطهاد شغال، والضيقة صعبة، والمذلة، واخواته كلهم بيشتغلوا في الطين، وشهم في الطين وفي المزلة، والكرابيج وراهم من المسخرين، وحاجة صعبة. وبعدين موسى يروح في أرض مديان يقعد 40 سنة تاني، يعني 80 سنة على الأقل، والتجربة لسه شغالة، والضيقة شغالة. وبعدين إيه يا رب تسيب ولادك كده بالطريقة دي، في الاضطهاد وفي الضيقات وفي الأحزان وفي الشدائد؟ أصل أنا لما أحب أعمل معهم عمل، أعمل معهم بيد قوية وزراع عالية،
اشتغل معاهم بقوه واقتدار، ويظهر ربنا لموسى ويقول له اذهب الى فرعون لكي تخرج شعبي من ارض مصر. ويعمل الله عجائب، 10 عجائب، كل واحده منهم اصعب من الثانيه. وبعدين يخرج الشعب من مصر، وفرعون يندم انه اخرج الشعب، يجري وراهم بجيش طويل جبار عشان يرجعهم تاني. وموسى لقى نفسه قدام البحر الاحمر، وفرعون هاجم عليه بمركبات وقوات. وبعدين يقول لهم الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي اصنعه لكم اليوم. انا شغال، انتوا فاكرين ان انا ساكت عنكم؟ ده انا معاكم ومش ممكن اترككم، لا اترككم يتام. انا هو معزيكم يقول الرب. وبعدين يتدخل الله بقوه يقول له موسى امسك العصايه بتاعتك واضرب البحر، ينشق البحر الى نصفين ويعبر الشعب الى الضفه الشرقيه. وبعدين يدخل فرعون ومركباته وقواته ويغمرهم الماء ويموتوا في البحر. حاجه عجيبه، ربنا بيشتغل في الوقت المناسب. لما تجيلكم تجربه ولا ضيقه ما تزعلوش، اعرفوا ان الله في الموضوع وهو شايفنا وعارف بيحصل لنا ايه. مهما طاقت الضيقه، تلاميذ ركبوا مره الميه، ركبوا المركب، هاجت عليهم الرياح والعواصف وخلاص على وشك يغرقوا. وبعدين يشوفوا المسيح جاي لهم على الميه. بعدين يدخل السفينة تذهب إلى الأرض اللي هم رايحين ليها بهدوء خالص. الله ما يسيبش أولاده، لابد يتدخل في الوقت المناسب. زي ما قلت في البداية، عندما تفشل الوسائل البشرية ما يبقاش في حل، ربنا يتدخل. هو قادر على كل شيء، ولازم يكون عندنا إيمان وثقة فيه. الكنيسة في وقت من الأوقات دخلت في شدة، ساعة نقل جبل المقطم، شدة فظيعة جدا، يا إما تنقلوا الجبل يا تموتوا كلكم. وصام وصلي وصلوا وربنا تدخل وتحرك الجبل من مكانه. إيه العجب ده؟ هل يعسر على الرب شيء؟ في حاجة صعبة على ربنا؟ مش ممكن أبدا. كل واحد فيكم عنده ضيقة أو تجربة أو مشكلة أو أي حاجة يعرضها على ربنا في الصلاة، ولا ييأس، يفضل وراها ويصلي باستمرار في بيته، في العربية، في الشارع، في الشغل، يجي الكنيسة يحط الموضوع على المذبح مرة ومرات وعشرات المرات لغاية لما ربنا يشتغل في الموضوع. مش ممكن أبدا ربنا هيسيبنا كده نتبهدل. على فكرة البهدلة ما بتجيش من ربنا، أحيانا البهدلة نجيبها لنفسنا وندخل نفسنا في تجارب صعبة بنفسنا نبقى احنا السبب فيه. يا ريت دايما نبقى حاسين بوجود ربنا في حياتنا ونقول له تعالى يا رب كن معانا في كل وقت. احنا يا رب واثقين فيك وفي محبتك، احنا عارفين انك انت بتحبنا واحنا اولادك، وانك انت معانا في كل وقت. ولما ندخل في الضيقه هذه وسيله تقربنا لله. الله بيهمه خلاص النفس. جايز الواحد يكون متراخي، متكاسل، متباعد عن ربنا، بيكسل عن الصلاه، بيكسل عن الصوم، بيكسل عن الامور الروحيه. الله يدخله في ضيقه عشان يبتدي يصلي، يصوم ويصرخ لربنا. بس وبعد ما يرجع لله
الله يرجع له تتحل المشكلة تبقى كل الأمور ماشية كويس. يا ريت نكون مع ربنا باستمرار وهو يكون معنا ولا يمكن يتركنا أبدا، لأنه هو أبونا الحبيب الذي يحبنا وإحنا بنسميه محب البشر الصالح. نسأل إلهنا أن يبارك في هذه الكلمات المجد اسم القدوس بشفاعته من العذراء مريم وصلوات الشهيد ماري جرجس والقديس الأنبا أبراهام، صلوات أبينا صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شمود الثالث، ولربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين. يفتكرون بصلواتهم يا أيها محبة الله يا أبناء عبد الله.